وفي ظل ما تواجهه منطقتنا العربية والعالم من مخاطر كبيرة، تبذل المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة لإحلال الأمن والسلام العالميين. جهود المملكة الشقيقة تنوعت بين الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، تجسدت في العديد من التحالفات الدولية والإقليمية الاستراتيجية الهامة. على مر التاريخ كان لمنطقتنا العربية نصيب كبير من التجاذبات والمنعطفات الخطيرة والهامة التي فرضت على دول المنطقة الفاعلة اتخاذ قرارات دقيقة وحاسمة دفاعا عن مصالحها وحفظا لأمنها واستقرارها. وقد كان للمملكة العربية السعودية الشقيقة دور استراتيجي في إحلال الأمن والسلام العالميين، فرضته مكانتها الهامة على مختلف المجالات الدينية والسياسية والاقتصادية. وخلال عقود طويلة مضت، تمكنت المملكة العربية السعودية الشقيقة من فرض مكانتها على خارطة القوى العالمية الهامة والمؤثرة، وذلك من خلال مشاركاتها الفاعلة في المحافل السياسية والدولية الكبرى كاجتماعات الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي. وبذلك تكون المملكة العربية السعودية عنصرا لا يستثنى من التوازنات السياسية والإقليمية التي تحفظ المنطقة من أي أطماع تستهدف أمن المنطقة ومقدراتها. وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية في مواجهة الإرهاب والتي تحيط بدول العالم ومنطقتنا على وجه التحديد، تبذل المملكة العربية السعودية جهودا حثيثة للتصدي لإرهاب الدول وإرهاب الميليشيات، وذلك من خلال التحالفات العسكرية والأمنية المتينة مع أبرز قوى المنطقة والعالم، وذلك ما أثبت نجاح جهودها خلال الفترة الماضية في نجاح عملياتها العسكرية في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، علاوة على مشاركاتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من التحالفات العسكرية الاستراتيجية في المنطقة والعالم. المملكة العربية السعودية ساهمت بشكل فاعل في إحلال الأمن والسلام العالميين من خلال انفتاحها على دول العالم في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وقد لعبت دورا كبيرا في الوساطة السياسية وحلحلة عدد من الملفات العالقة في المنطقة، كان أخيرها جهودها في إنهاء صراع احتدم بين إثيوبيا وإريتريا لمدة 20 عاما، وصراع جيبوتي وإريتريا الذي دام لأكثر من 10 سنوات. وقد لاقت هذه الجهود الدبلوماسية للمملكة ترحابا دوليا، أثبت الدور الفاعل للمملكة في ظل أوضاع متوترة وصعبة تعيشها المنطقة، لتبقى المملكة العربية السعودية واحة للأمن والتسامح ومثالا للدولة الناجحة والفاعلة في محيطها.